طيران اليمني الذي حلق لنحو 3 عقود بعد ورود أنباء عن توقف رحلاته، نفى مصدر مسؤول لقناة بلقيس هذه الأنباء، موضحا أن صيانة محركات الشركة ستتم دون الإضرار بجدول الرحلات التي ستتم في مواعيدها. مواعيد رحلات الشركة لم تكن منضبطة من قبل حتى تنضبط اليوم. تأخر مواعيد الرحلات لساعات طويلة لم يعد شيئا جديدا على الطيران اليمنية دون أي اعتبار لظروف الركاب أو التزاماتهم. قبل أيام لجأت طائرة اليمنية إلى هبوط اضطراري بعد دقائق من إقلاعها من مطار عدن بسبب خلل في محرك الطائرة، ولكن بعد إرعاب عشرات المسافرين ووضع حياتهم على محك المغامرة واللامبالاة. يعملوا حجوزات للناس ويسلموا الفلوس وما عندهم رحلات، ويهينوا الناس كذا زي ما انت شايف بشوارع القاهرة. عدم وجود شركة طيران تجارية أخرى شجع طيران اليمني الرسمي على استغلال المواطن ورفع أسعار التذاكر إلى مستويات خيالية تصل في حدها الأدنى إلى نحو 1000 دولار، أي قرابة 5 أضعاف السعر قبل الأزمة. رئيس الحكومة بن دغر وجه قبل أسابيع باستئجار طائرتين إضافيتين لتعزيز قوام الشركة، لكن هذه الوعود لن تكون بدعا من الوعود التي تطير أدراج الرياح. إلى متى ستستمر معاناة المسافرين اليمنيين؟ ومن سيوقف جنون أسعار اليمنية؟ وهل ستتخذ الشركة مزيدا من إجراءات السلامة والأمان؟ أسئلة على طاولة حكومة بن دغر في عدن، ينتظر المواطنون منها إجابة شافية ولو من باب إثبات حسن النية للحكومة.